أما في المحترف الثاني فحقق رايد القبة فوزا ثمينا على شباب عين الفكرون بهدف اللاعب بن عياش رافعا رصيده إلى 17 نقطة. محمد قريشي. حسابين اليوم الحمد لله درنا امتيسو، ولكن ما خرجناش من لا زون دونجوريز على كل حاله، ولكن مليحه بزاف للفريق لاعبين سورتو لي سيبورتور تاعنا اللي كانوا ان بو دوسي من الماتش تاع لا كوب تاع مع سعيده. ابليكينا لي كونسي تاع لونترينور الحمد لله، دخلنا للتيران رجال وفزنا باللقاء هذا وجبنا 3 بوان، وان شاء الله دوك منه رايح نبريباريو ماتش بار ماتش باش نحطوا لارسيكا في مرتبه محترمه ان شاء الله. كنا نحوسوا على طريقه الفوز كيما نحوسوا على خير من نحوسوا على طريقه اللعب، والحمد لله ربي كان معنا وحققنا الانتصار اللي حيكون ثمين خاصه مع انطلاق مرحله العوده. الشامبيونه مازالها طويله ونظن كو عندنا الوقت الكافي باش اون فيغ لي ريغلاج نيسيسير، ويعني عندنا الوقت الكافي باش هذا الفريق ان شاء الله يكون عنده شأن. مالغري ما كنا 5 موا ماشي بيي، كنا نجو لي زونترينمون مالغري لي غراف ريبيتيتيف، منا بصح عيينا شغل مام اوني بون با في شغل لي زونترينمون بزاف، ونترينينا غير لاندي مردي هاد السمانه برك اللي بدينا. ان شاء الله مازال 14 ماتش، ان شاء الله الماتش جاي مع جي اس ام بي ان شاء الله نخليو 3 بوان في ستادنا، مازال 14 ماتش ان شاء الله نصوفيو هاد ليكيب.